за вас, як є чужоя. كاك شو اعطيت تيكت حتى اعتقد رجع لك الفلوس. هو محاولة يعني اغتصاب وانضربت يعني في ايدي وكليت في ظهري بالخلف نعم بغميت بعد ما اعرف شنو بس ضربة اثرت بي و يعني ضربة كلش قوية. تعذبت يعني غدت طلعت من الموت بعجوبة وعبارة دول وعبارة بحر يعني وبالتالي يعني مثل ما تقولي يرحلون على رواندا شيء صعب يعني أنا ما أضمن حقي برواندا يعني أنا يعني مثل ما تقول حكمني هنا حكم إعدام ولا تقول لي أروح رواندا كشخصيا كمثل جنس أحكي لك وكإنسان متعاطف مع اللاجئين يعني هذا ظلم هذا قرار يعني إجرامي يعني ظلم يعني مثل ما تقول يعني صعب صعب يعني هذا انتحار للشخص. He thought that the UK respects the gay rights more than any other place that he's been. That's why he decided to come to the UK. Now he's found himself in the UK. All of a sudden, he's facing the prospects of being deported back to Rwanda. This guy lives in fear every second. Even in the report of the government, Rwanda is not a place that is tolerant for LGBTIQ people. So why do you want to then deport people who are LGBTIQ to Rwanda so that they can face more persecution? Для за вас, які чужі.